لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. يخبرنا القديس غريغوريوس اللاهوتي عن حادثة أثناء سفره من الإسكندرية إلى أثينا بحرا، هزت كيانه إذ جابها فيها المخاطر والموت، وفي الوقت نفسه وطدت إيمانه. روايته تدل على أسلوبه الشيق وإنشائه الجميل، وكأنه لوحة حية متحركة ملونة أمامنا. يقول أن السفينة كانت على مقربة من جزيرة قبرص عندما فاجأتها عاصفة هوجاء، وفي لحظة أصبح كل ما حولها مظلما مقفهرا والرياح تئن وتصفر. أخذ الركاب والبحارة يرتجفون خوفا، والصلوات تتصاعد تلقائيا من كل صوب، إلى أن استجاب الله وأرسل النجدة. تراءى مركب فيه تجار فينيقيون أقوياء البنية، فاقترب منهم، وبعد محاولات تمكن هؤلاء التجار البحارة من أن يربطوا السفينة الهائمة بمركبهم لئلا تغرق. وهكذا بقيت السفينة تتأرجح وتلاطمها الأمواج عدة أيام، والبحر يزداد هيجانا، والمياه تتصاعد بشكل دوامات عمودية، والرعب يتملك الجميع. وحيث أن المصيبة تولد المخافة والتقوى، اشترك البحارة والركاب كلهم بالصلاة، وأخذوا يستنجدون بالمسيح على مثال غريغوريوس الذي لم يتوانى عن مواصلة تضرعه. غدا نلقي مزيدا من الضوء على هذه الحادثة، فتابعونا.